تعد مبادرة مصر لإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار أحد أهم المبادرات التي تتبناها القيادة السياسية المصرية ضمن أجندة ترأس الاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا وتنفيذ أجندة التنمية 2063. المزيد في التقرير التالي. انتخاب مصر لرئاسة دورة الاتحاد الافريقي في 2019 لم يأتي من فراغ، بل جاء تقديرا لدورها المشهود في دعم القارة الافريقية وخصوصا عمليات التنمية. واستكمالا لسجلها الحافل في دعم التنمية بالقارة، ستعمل مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي على دعم اجندة افريقيا 2063 من خلال تحقيق الاهداف الرئيسية للاجندة، وهي التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وفق الجدول الزمني المحدد. المسؤولية التي تشعر بها مصر تجاه القارة تبدأ من الرئيس السيسي الذي أعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم للقارة. وخلال منتدى أفريقيا 2018 أعلن الرئيس التفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية بالقارة، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلدانها. إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا. التفاوض مع المؤسسات الدولية شركاءنا في التنمية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا. وعرفانا لدورها خصوصا في مشروعات الري، تم إسناد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي بتنزانيا إلى شركة مصرية بقيمة 2,900,000,000 دولار. وخلال احتفالية بتنزانيا لتوقيع إنشاء السد، أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أمله أن يكون سد تنزانيا بوابة للتعاون بين البلدين. إن شاء الله هيبقى فيه هناك فرص لمشروعات تتم بالشراكة ما بين الحكومة المصرية مع الحكومة في الدول الأفريقية وأيضا مع القطاع الخاص. والحقيقة القطاع الخاص بيلعب دور مهم جدا 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 في أفريقيا وتواجد أفريقيا. ولما نشوف يعني لما سيادة الرئيس أعلن أن احنا كمصر بتساهم حاليا في مشروعات بأفريقيا بتصل جملة استثماراتها إلى ما يقرب من 10 مليار دولار، الجزء الغالب منها لو هنشوف هيبقى هو القطاع الخاص، وده مرة أخرى بصورة أخرى عودة لقوة مصر الناعمة إلى أفريقيا. الدعم التنموي لمصر تجاه القارة يأخذ أشكالا أخرى، منها مكافحة الفساد، فقد قرر الرئيس السيسي تفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد. من جانبها أطلقت الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب عدة برامج تدريبية خاصة بالقارة، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، ويتضمن لقاءات حوارية مع متخذ القرار لبحث التحديات التي تواجه القارة. أيضا الرقابة الإدارية استضافت أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية لبحث إعداد وإصدار الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2019-2022 والإعداد للمؤتمر الرابع للجمعية العامة المقرر انعقاده بالقاهرة.